تعد شريحة العمال في العراق هي الأكثر فقراً وتهميشاً منذ عشرات السنين، فهم لا يتقاضون الأجور التي يستحقونها بالمقارنة مع ما يقومون به في أعمال غالباً ما تكون قاسية وشاقة، ولا ضمان يحميهم إذا ما تعرض أحد منهم لمرض أو خطر. ويتزامن عيد العمال لهذه السنة مع وجود 5,800,000 عامل في القطاع الخاص محرومين من المعاشات التقاعدية، فهناك العديد من التشريعات القانونية الداعمة للعمال لم تنجز حتى الآن، ومنها قانون التقاعد الخاص بالعمال وقانون الضمان الاجتماعي، إلى جانب الدعوة لإعادة تنشيط المعامل والمصانع المتوقفة عن العمل في البلاد، ما تسبب في رفع نسبة البطالة. وتحدث عمال من مدينة الكوت إلى كاميرا برنامج مع الناس عن معاناتهم وأوضاعهم، حيث أكدوا أن العمل متوقف في المدينة وأن هناك استغلالا من قبل القطاع الخاص وأنهم أصبحوا تحت خط العمل. عم احنا هسه ناس عمال كاتل نظيم، هسه انا ابصر شي 11 نفر برقبتي، يعني ابصر شي راتب عطاله ما نستلم، ناس تستلم وناس لا، هسه بيها ناس خير من الله قيعان وسيارات وتستلم، هسه احنا ما نريد شي من الدوله توفر لنا عمل، تفتح تعيينها الشرطه جيش خلي الشباب تروح، هسه انا شاب مبهذل روحي بهالعماله، يعني انا مستقبل شنو؟ خلي يسوي لنا شاره يباعوا علينا هاي الناس الفقره، هي هاي مطالبنا، يعني هاي الراتب العطاله ماكو، هاي الناس كاتل نظيم وين تروح؟ خلي يسوي لنا شارة. شغلة العمل عاتين قاعدين ماكو شغل. نجي يوم بأسبوع 3 أيام أو 4 أيام حصل، أو أسبوع أو شهر أو شهرين ماكو. شغل ماكو اليوم، واقف العمل فد مرة ولا. نروح ونرجع وقاعدين بالتجاوز حتى انقطع سكن ما عندنا. هلا أوكي. انقطع سكن ما عندنا، هم قاعدين وعمل واقف. كل شيء ماكو. أيوة. ها؟ ولا يعني لا سكن عدي ولا شغل عمل اللي نشتغل بداياتنا معك هلا وكيل ها قاعدين ها شوف ها شو بالبشريه كلها قاعد هي بلا نطلع بالاربع شو للاربعة الصيام حتى عدين السحور يا الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا با انتم تسوون شغل عمل، يعني هاي العالم قاعدة كاتل الجوع كاتل الضيم، اكو عوائل كاتل الضيم، زين تظلين بس بالبوق والنهيب، والله لان على ابوكم ابو حتى الشريف البيكم، زين يعني هالعالم هاي شنو؟ يعني جبت حبي لا والله صدام اظل منكم، زين لو لا ظلين كاتل العالم الجوع، اظلين تبت بالشوارع، ساحب الخمسة يقبش يحصل له حلاقة للبيت ماكو. ظل عالم الناس تقبض ملايين وناس تقبض كل شيء ماكو زين ترى ما تصير هاي وما تجوز زين يعني ترى يعني جاب صك من الله لازم يوم تجي تنزل يوم الله شديد تقول له تقول له والله على بطني ها والله عمل الاستاذ مو شغل ماكو عمل ماكو شوف العالم هاي يعني شغل ماكو يعني على مين تروح تبوق ها ماكو كل من اكو عمل ماكو بس كل من وجماعته كل من وجماعته عصابه المحافظ سيد المحافظ لا مش الا التعبانه مالتي كل من ابن عمه وابن خالي والفقير ماله كاتل الجوع والضيم حصر عليه لقمه الخبز لان غيره اما ابن عمه وابن خاله والفقير مال الجارة ما يصير هيك ما يجوز باع للشعب ترى الدنيا محترقة بالعالم اكو عالم كاتل الجوع العوائل باكر تطم على الحسين ما يجوز هيك زين ما يجوز باع على العالم باع والله احنا نقدر ندبره بس العالم شنو ولا طالع بالخمسة الصبح تعبان والله ماكو شغل انا نطلع ونرجع ماكو شغل اصر 5 ايام والله ماكو شغل وتعبانين وعد 4 جهال والله
وماكو لا وظيفة لا راتب كل شيء ماكو. والله يوم نشتغل أسبوع ماكو كل شيء ماكو. أيوة العيشة ما تكفي والله عد جال أربع جال وقاعد حواس كل شيء ما عاد. شوف هاي الناس خطية تعبانة هم شغل ماكو ناس تطلع ناس ما تطلع كل أسبوع ونطلع للمصدر نجي هنا نقعد أسبوع أسبوعين كل شيء ماكو عوائلنا تعبانة الضيم كاتنة ناس تضرب مليارات وناس صعدت للقمر وإحنا تعبانين يعني ما يملون من البوق ما يملون من الدنيا والله ملينا ملينا يعني يعني المن يردوها وإحنا هاي الكادحين خطية. شوف هاي العالم تعبانة الأمورها منتهية والله لا أريد يعني يسوونا حل يعني هذا حتى قطعة رزقنا هنا بالمصدر حاربونا حتى على رزقنا العمالة وقفت هي الدولة حاربتنا الدولة حاربتنا ووقفت المشاريع ووقفت المشاريع قروض ماكو كل شيء ماكو وخلونا حال الضيم حالنا أسبوع أكو شغل ويوم نطلع وأسبوع ماكو. والله شغل عمالة ماكو نقعد الساعة بثلاثة ونص لأربعة انظر للسابعة لثمانية ندير وياه نمشي وواحد ما يقدر ياخذ العلاقة مال طماطة العائلته لأن شغل ماكو الشغل وقفوه البرلمانيين لأن لا يطون سلف لا يطون عقاري العالم بيت الشغل وتعيش نقعد هنا ونمشي كل شيء كل شغل ماكو كرور نرجع نروح بسيارة بخمسمية ونرجع استمال لها نمشي علاقة ماكو واحد يقدر يسوق وياخذ العلاقة لأهله يمشي ونشوف بعينك هاي المصدر كله قاعد وساكن ماكو شغل هسه ماكو عماله ماكو شل هاي عماله مالت العماله ماكو عمل قاعدين وساكت والناس قاعده وساكت لان شغل ماكو بس نور المالكي الدكتور هو هسه سوالنا شغل هسه بوقت الدكتور سيد العبادي ماكو شغل قاعدين وساكت عماله ماكو واشكركم انا. والله الساعه بالاربعة طالع عمل لاكو معناه وشوف العالم هاي القاعدة كلها غير يشوفون المسؤولين يعانون أنا أقول لك إحنا بالنسبة لنا لو باقين على صدام أحسن صدام أحسن منهم هو صحيح أقول لك مجرم بس شوية بالعادة ماكو عمل ماكو عمل هاي هالقاعدين هنا وعادك هاي العالم كلها شوفها إيه مشاريع كلها واقفة وأنتم شوفون شوفوا عيونكم شطلب خلي يسوي لهم شغل للعالم هذا واحنا حالنا حالنا لا اريد راتب ولا هاي بس يفتحون شغل. السلام عليكم. احنا اولا بالشركه نفط الاحدب احنا هاي نفط الاحدب يعني هذا الغاز اول ما اجت الشركه قالوا احنا نسويها طاقه كهربائيه لكم بعدين شو عافوه يعني هسه صار المرض السرطان عندنا وصل الى 400 حاله والان هسه انا ابن عمتي خوب توفى وهاي عمه هسه لحد الان بمرض سرطان يتعالج بيران ويعني عدل وفيات يصير من المرض السرطان هاي الشركة يعني الشركة ما اجتنا اجور العمالة اذا سولف على اجور العمالة بالله هاي انت تعرفها وكل يعرفها ما تكفي لاي واحد اسأل اي واحد بالمصدر اذا اجور العمالة تكفي للعامل ما تكفي شنو تكفي يعني هاي العمال كلها قاعدة قدامك وين الشغل هو وين العمل المستمر هو ماك عمل مستمر هاي كله شوف ولا اي واحد يشتغل الله وكيلك هاي صارها بالخمس اشهر ستة عالم قعدت وبسطت ويعني هذا ابو الايجار الله وكيلك انا اعرف ولد موجود بالعزة ما عنده إيجار يدفع إيجار يعني إيجار يعني يجي المؤجر ما يدفع يعني يقول له أنا ما عنده أنا رجال عمالة ومؤجر ما يقدر يدفع أولا يقول لك أنت على إصلاح تعال يعني اليوم خنبدل إحنا خنبدل يعني خنبدل الفاسدين ونجيب الأصلح يعني أنا ياخذ الأصلح لا أجيبه إذا أنا داخل بهاي القائمة هاي القائمة لا أنا ما أبدل هاي القائمة شلون يعني أنا انتخبت لأي واحد يعني جديد اليوم داخل للانتخابات انتخبت رحت
شلون راح ابدله؟ لا هو داخل باي قائمه، هسه اذا نجيب طار قائمه يعني يجوز حتى تنقتل بعد، حتى راح يعني قتل يقتلونك اذا ما تبدل القائمه وتجيب يعني يقول السمكه منين خايسه؟ غير خايسه من راسها، اذا ما تبدل راس السمكه. لا تحاكينا، انا احكي لك على الدوله، اذا ما تريد تطلع صوتي لا تطلع صوتي. اكبر مضايقه هي الحكومه سوت، واكبر ازمه هي الحكومه سوتها. شنو الاستفاده انا احنا من تنصبت الحكومه لحد الان؟ هذا البلد قدامه كله كاتله، وين التبليغ؟ شوف هاي شوارعنا، هاي زار لشقد، هذا من هو البلطه هاي الشارع؟ هذا اكو احد؟ هذا يقول لك بلطه دولتنا هاي الجديده كذب، هذا بلطه الله وكيلك ذاك، بس شنو البلطه ان هذا؟ هاي الزباله تشوفها قدامك، حتى ابو البلديه هسه حاليا ابو البلديه هسه من جاي يشتغل ما يعطونه راتبه، وانا اعرفهم ما يعطونه راتبه، ليش؟ ما يقول لك والله احنا ميزانيه الدوله واحنا بحاله هسه حاله انتخابات، فهسه ان شاء الله جاي جديد. شنو الجديد؟ ماكو اخوي، كل جديد ماكو. طالب الدولة بالقطاع الخاص بالنسبة للمشاريع كلها وقفوها، ليش حاربوا القطاع الخاص؟ يعني عمل ماكو، يجيك واحد يشتغل له يوم او شهر قاعد، ابن بيتوسع بالكلة. زين، اول وحدة انا عمالة، يعني اطلع لي يوم اشتري لي قوطية مال حليب ب 12000، ب 12000 دينار اشتريها، المن اعطيها؟ اعطيها للحليب، اعطيها للاجار، اعطيها يعني المن؟ احنا هاي نطالب الدوله، بس الدوله اذا على هالوضع ما حد تروح الناس بغير طريق، تستعمل غير طريق تروح به. وانا شكرك، ما عندي شر دي احكي. السلام عليكم. نطالب من الدولة، احنا الدولة كان صدام حسين موفر وجبة كاملة للشعب، موفر وجبة كاملة. هسه البرلمان والدولة هاي لها 4 سنوات الوفرتها شنو؟ الوجبة انا اشتغل يوم اروح اشتري شي طحين، اشتغل ثاني يوم من العشر ايام اشتغل يوم ثاني اجيب لي شكرات ب 17000 دينار نص شيس. انا الوجبة وينها؟ اي للوكيل اسمط ب 3000 جايب لي زيتات كل 6 اشهر. هي دولة هاي؟ دولة توفر للفقير وجبة كاملة؟ يا احنا ما نريد من عندكم لا راتب لا هاي، صدام حسين وموفر وجبة، وفروا لنا وجبة. هسه شنو انت؟ احنا ناس كل شهر نطلع مرة نشتري شكرات، انا لحاكيك قاعد بالايجار وشيلت للدولة وذبتنا تلفتنا غاد من قرية عتبة، ها وقاعد ايجار. انا طالب من الدوله والبرلمان هذا الجديد مال 2018 يابا نقول لهم ما اريد من عندكم، وفروا لنا الوجبه. هسه ما يصير لا وجبه لا شيء، مصعدين علينا كله، هسه محاربين الشعب، شعب فقير انتهى، ماك عم صفر، هاي سنتين كل شيء ماكو ماخ، هي الدوله صيح ماك فلوس، كان عمل منين؟ بالبداية شغل ماكو، وتعرف هاي العطالة بطالة قاعدين، وأغلبيتها رواتب ماكو. زين، رواتب ماكو، اللي بعض أغلبية الشباب يدورون على فرص عمل. زين، إذا بقت على هالوضع هذا راح يسول الوضع أكثر، فنتمنى من دولتنا أو يباعون على الفقير، يباعون على اللي ما عندهم رواتب فرص عمل يعطونهم. والله طالع بالأربعة ضبط، وأغلبيتها طالعة ب3.5، ها وما لقينا، ما لقينا شغل، منتظرين وقدامك ها اشوف الجو شلونه، فرص عمل ماكو، ناس قاعدة. انا وحيد الناس، واحد من الناس جاي يقول لك 15 يوم قاعد. زين، ذولاك اللي عندهم رواتب قل لي شلون؟ اكو ناس جاي تقدم وقت عشاء، الله وكيله. زين، نتمنى من يمكم توصلونها للبرلمان، لاعضاء مجلس النواب. عمي احنا المنطقه صغيره مال كوت، وناس قاعد تجينا من العماره، ناس تجينا من الحي تشتغل هنا. يعني مضايقتنا مو الدوله مضايقتنا، هو عمل قليل، وناس تجينا من خارج الكوت من غير محافظات، عمل ماكو. بالنسبه احنا ذولا هسه كم واحد
لا رعاية لا راتب، كل شيء ما عاد. أنا عندي ولد اثنين راحوا للحشد سبعة أشهر وبيت طين كفيلك الحسين، وكل شيء ما حصلوا كروتهم تدينها من العالم. وهسه سبعي هذا مقصوص والله العظيم حصل علينا قرصة الخبز. يعني لو واحد ينطر شاب يسوي له مشكلة قالوا له أنت حرامي، قالوا أنت نشال، بس راح تنطر العالم ترجوح كل شيء سوي حشينك. أنا بشيء ما تسوي سووا النحل. يعني واحد عنده زرع، عنده محلات، عنده سيارات، ياخذ راتب مال رعاية وياخذ عاطلين، أخوته عسكريين اثنين هم وياه بالبيت، أبوه يقبض عاطلين وهو يقبض، ليش؟ واحنا ماكو، خلي يطلعون علينا محافظ دولة تطلع علينا في هاليوم وشوفوا الكذب من الصدق. شهر ما مشتغلين الا 20,000 انا من الجبلية، شهر. وامس بشيباتي رحت افرق حنطة شوية عن الحدود مال تيران. يعني هذا وضعية هاي، كفيلك الله كشفه ما عندي. هذا صبعي عنده سكر، رجال كل شيء ما عندي. يعني لا سوي له مشكلة، وهذا رمضان عنده سبع نفرات. رمضان هذا وين روحنا؟ طلع علينا محافظ، طلعت علينا دولة في يوم وجونا قال جاب نريد نشوف الناس الفقراء التعبانين عم مترك الشارع. احنا جو حسه شو اسوي بالشارع؟ كهرباء ما اريد، بس اريد اشبع بطني. يعني ولد ما عنده باكيت جيجاري يشتري. وضعية هاي، شاب زواج قامت الناس ما تتزوج، الله شاهد تقول له تزوج يقول لك شنو الزواج؟ شنو مستقبلي؟ انا عاطل. النوب لاقي لهم حجة الساد. انت ما تقرا وتكتب. انا بالنسبه لي شارد سردت من صدام، قضيت لي بزول، وعندي شباب اثنين قتها الولد ما درسوا. ماكم انا شارد من صدام، وينكم مدرسه؟ وين ما يروحون حتى كالناس لا ما عنده شهاده اللي لقوها علينا حج. ولا واسطه؟ واحنا لازم نسوي النحل، واسطه ما عندنا بس الله. الحكومه تطلع علينا تودع علينا واحد، ليش بويا ما عندك راتب؟ تعال يقعد وياك، غير مسؤول عليك، هو مسؤول عليك الله والدوله. يقعدون وياك يشوفون مشكلتك شنو. يعني بس انتخاب، من ينتخبهم؟ كل عقلك انتخب ذوله؟ لا والله ابوي ما انتخبه. ابوي لو مو سيد السستاني داخل على بخت جده قال انتخب مالك. ليش؟ كاتني جوعانه، ما حد طلع علي وقال لي شنو. امس بيت طين طاح علي، ونعم الله على الناس وسعت علي، الله وكيلك. طين ابني تمرض ويدور كل الجماعه 50 مليون، سيارته وخبارته تبعتها، ولهسه ابني مريض، ولد شاب بعده طفل تمرض، ما حد ساعدني. رحت لاكو ناس معنيين بالدوله يابا ساعدوني، بيت طاح علي ما حد ساعدني، الخلفات بلاش، والناس تبرعوا لي، وهسه قعدت لي ببيت بس جوعانين عمي. يعني شايب عمره 70 سنه يشتغل ويا ابنه، وعلي ذاك اليوم طلعت ويا خلفه، يعني حتى الدمعه طاحت بعيني. قال ابو سعد استحى امر عليك، يعني انت مثل جدو. نطالب الحكومة العراقية للعمل، شغل ماكو، عمل ماكو، وصارنا 20 بالشهر تشتغل لك يومين 25,000، لا يكفل لا مسواك لا مرضى. نريد عمل، نريد فتح رواتب مال عاطلين، ما مستلمين مال عاطلين، وعالم تستلم عاطلين والله ممكنها. نريد مشارع، مشروع نشتغل به، وتعيينات صارت على الواسطة وعلى على على الأحزاب. وإذا ماكو تحسين عمل كل شيء ماكو، ويفرون عمل. إذا ما نقدر الحكومة تطلع. هي الحكومة تطلع من يطلع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا البارحة طالع للنعماني على 15,000 دينار، وقاعد إيجار 250,000. عيني وعمل ماكو، وعنده مرضى اثنين، واحد بيه مرض خبيث، وبالعمالة وأشد وأذبن عليه. زين، وشهر أشتغل وعشرة أيام قاعد. كل شيء ماكو، لا شغل ولا عمل. زين، اللي اريده عاطلين قدمت، الزنقين طلع، والفقير ماكو. خمس مرات اقدم المعامله مالتي ما طلعت. احنا هسه نطالب الحكومه عليها بالقطاع الخاص، عموما القطاع الخاص. يعني هاي الشريحه مال القطاع الخاص، انت هيك اختصرها. ايه بالقطاع الخاص، يعني هسه هاي العماله بيها عندها شهايد، بيها اميين، بيها ما عندها. عليها بالقطاع الخاص، القطاع الخاص هسه شوف الشارع، يعني هسه انا اذا ما عندي باكر اقطع الشارع انطرت انحرف. عليها الحكومه تكون بالقطاع الخاص، القطاع الخاص. اليوم ما حد يشتغل. هذا هسه اليوم مطر، هي ما طالع العمال. انا احكي لك هم عامل وذاك عامل وغيره، واكو هاي قاعده، اكو ناس بدون عمل. الله وكيلك نتوسل بالعالم. يعني يطلع كان قد 3000 دينار 5000 دينار. المطلوب كن دار هذا الشريحه هاي مال القطاع الخاص.
توفر لنا عمل، توفر يعني. انا مو بس انتخب والمجرب لا يجرب، مو بس شعارات، احنا هم نغير، هم نغير مو بس احنا صوتنا وصل، طلعنا مظاهرات، طلعنا كل شوف كل فايده ماكو، هاي كل فايده ماكو، كل فايده ماكو يعني. اما تعبونا اما احنا نتعب، فاحنا سعينا نتعب بحدنا بعد، نتحمل وحدنا ونمشي. فاترجى من الحكومه ومن الناس هاي يكون وجهها اللي حتدخل هسه بالحكومه عليها بهاي الشريحه مال القطاع الخاص. وانا اشكركم ورحم الله والديك. انا قاعد بشارع النفط يعني كل شيء ما نملك الا الربع، شنو الربع، وقاعدين بالزباله. لا ما تكفي ولا حسين، كل شيء ما تكفي ابد، ما تكفي ولا ربع، لو يطلع ب 10000، لو هذا يطلع ب 5000، وكل شيء ماكو. والعدواشطه يطلع هنا هسه، ما عدواشطه يظل نايم مكان، وروح الحسين كل شيء ما عندنا، ناس فقره وكل شيء ما عندنا، قاعدين هي شعل قايه يعني، قاعد عماله ماكو، عماله على الواسطات، العده واسطه يطلع والما عده واسطه هم يضل، كل شيء ما عاد قاعد والله قاعدين بالزباله، قاعدين بالزباله بالزباله قاعد. الله وكيلك، انا ما املك الربع، شنو ربع ما عاد. وعلي قلت لنا الجوع والله كل شيء ما عاد. احنا ما حد ابو علي، واحنا ذول الكسبه ما حد يسال علينا، وانت تشوف معاناتنا وكلها شباب، كلها شباب، كل لا شغل ولا عمل، ويا تروح له الا واسطه وعمل. هسه حتى شغلنا على الموبايل صار، يعرفك يطلعك، ما يعرفك ولا كانه ما يشتغل. واحنا طلبنا الحكومه تسوي لنا مشاريع نشتغل بيها، تعيينات، اي مو بس انتخب وتالي ما تالي ذاك يحط المسؤول بجيبه وجيب عائلتك، وانا حصل علي الفلوس ادي لك الواجب بيها، ما يصير. احنا طلبنا الحكومه كنا تسوي لنا مشاريع تحتني بينا هاي، اي وهذا كل ما طلب من الحكومه والله جيش. الاجور بالعماله جاي ناخذها قليله، ما جاي حالتنا المعيشيه زين، احنا يوم نطلع واسبوع ما نطلع زين، نريد شغل، نريد عمل زين، كنا ننتخبهم ذولا جدد يوفرون لنا عمل، يوفرون لنا شغل. يا بلا راتب عندنا، كل شيء ما عندنا، وقاعدين بشارع النفط والزباله، عمل ماكو، وعندك واسطه تطلع، ما عندك واسطه ما تطلع، تظل نايم هذه نوبتك. كل شيء ما عندنا. وعلي الماي حايم علينا منه، الزباله ماكلتنا، البيت مالنا يخر علينا من فوق، وكل شيء ما عندنا. لا ما تكفي، كل شيء ما تكفي، اجرتنا ما تكفي، الاجره ما تكفي، كل شيء ما تكفي، ما تكفي قليله، لو يعطيك 10000 لو 5000 تطلع بيهن، شو يكفي، ما يكفي الدنيا. ويوم نطلع خمسة ايام قاعدين. بالبدايه احنا دولتنا ما شاء الله انتخبناهم وعدونا بوعد اكاذيب، انتخبناهم وقالوا راح نعينكم تعيينات وفرص عمل وكل شيء ماكو لحد الان. انا واحد من الناس صار 15 يوم قاعد، اطلع الساعه بالثلاثة ونص الفجر، ما ارجع الا الساعه بالتسعة الصبح، اجي هنا الساعه بالثنتين الظهر، كل شيء ماكو زين. خلي وفروا لنا فرص عمل على الاقل، اللي ما عنده، الشاب القاعد، كنا قاعدين هاب عينك قدامك، ما تكفيني والله، انا اقول لك اياها زين. المريض يريد، البيت يريد، الطفل يريد، الحصه ماكو، يوم واحد اشتغل بالسبوع، يوم واحد بالسبوع، والبقيه لا والله قاعد. انا اقول لك بس مصرفي اليومي اللي جاي احكي وياك بيه باليوم 45000 المنطيهم للزغير، البيت الخطار المنطي داخل، مو وضعي على واسهولنا حل. نطلب من الحكومه يوفرون لنا فرص عمل وتعيينات ومشاريع وخدمات، على الاقل العامل يقدر يشتغل. لا اكو شغل، نطلع بالخمسة ونجي نوبات بالتسعة، نروح لعنا كل شيء ماكو، لا شغل ولا عمل، والظهر هم نرجع كل شيء ماكو، عاطلين قدمنا عليهم سدوا بوجوهنا،
ناس طلعت اساميها وناس لا. وهاي نجي بالثنتين الضرعون ندور لنا شغله. نوبات نحصل ونوبات ماكو. كفيلك العباس. وناس عايشة على بروت تلقى. كل شيء ماكو كفيلك الحسين. وينها يا عمي؟ كل شيء ماكو لا حكومة ولا طرقاها، منسيين احنا. خاصة هاي ساحة العامل العمال تعبانة حالتهم كلش. المطلوب نريد خدمات، نريد شغل، نريد عمل. مشاريع. هاي الشباب قاعدة العالم كاتلة الجوع. كفيلك العباس تعشى ما تغدك وعالم هنا. يا حجينا. فش نسوي؟ نقول على الله واهل البيت. هاي لا أكثر ولا أقل. ما حد يضايقنا بس احنا نريد شغل، هسه الحكومه غيركم تجي تسال علينا، يعني شباب كلش تعبانه حالتهم فرد نوب. اكو شباب يجوز حتى ماكو بجيب 2000 دينار 3000 يا حجينا. فالعالم هاي هي شغلتها هي هاي. ونجي بالثنتين حتى النوم ما شبعانين من يمها. يا حجينا الرعايه ماكو مال عاطلين، طلعت ناس وناس لا. قالوا شهر الرابع ماكو. يا حجينا. يابا على مود الشغل العمل شغل ماكو، عمل ماكو، كذا قاعده كاتل الجوع وكاتل الضيم. يعني انت الحكومه طلعوا شوفوا العالم محتازه ما محتازه، زين ناس كاتل الضيم. يعني اكو عالم ما عدا، اكو ناس تتغدى ما تتعشى، واكو ناس ياكلون احسن اكل احسن شرب، زين. وهاي العالم دير بالكم عليها، يعني ما يصير هيك والله العظيم ما تكفي زين. ولا والله ماكو كل عمل. وزين تروح تعيين ابن عمي وابن خالي دوامة دارة ما مجاري واسط، تعينت اخذت اجازة من الدكتور ضياء 10 ايام، الثانية ختمت اعطيتها لابو الذاتية، رجعت ورا 10 ايام سلمت، اجيت ارجع نفسي لقيت مبدلين واحد مطين فلوس. زين ما يصير هيجي، انتبهوا على العالم. والله نجي بالاربعة بالستة هنا للمغرب، واصل حد يعني مثل ما تفضلتوا لا شغل لا عمل ولا هذا، وحتى ربع ماكو واحد بجيبه. زين هاي العالم خطيه مال مساكين، يعني وين تروح وين تطي؟ يعني يروح يسلب لو يروح يقتل، اما يكذب يقول له تعال بويا ليش سويت انت هيك؟ ما يجوز هاي، حرام عليكم يا ما الله، اما يكذبك وين تروح؟ زين اطلب على عمل. مشاريع كانوا بكر صدر تشتغل خير من الله شغل. من الزمو هسه جماعه حد الان كل شيء ماكو لا بحد ولا مسحاته، ما يجوز هيجي. يعني احنا ما صاحبين عوائل وصاحبين هذا، والله العظيم هسه قمنا خيرنا ما يتملك. هاي الخلفات هسه قاعده كلا جهال 4 نفرات و5 نفرات و6، زين ما عنده شيء يسوي، كيلو طماطم شيء يسوي؟ انا هسه انطر عندي واحد اسوي كل شيء اسوي اقدر اسوي. يعني دمرتونا كافي كافي اللعب كافي الفلوس. العالم دير بالكم اخذ نص قيمي اسوي شغل اسوي هذا، ليش ليش هيجي؟ والله لا شغل ولا عمل، هاي من 6 الصبح اطلع لحد الان. هسه جيت من البيت على باب الله وطالب بلكة تحصل المصرف. في هاي لا عمل ولا شغل، وشغل واقف ولا رواتب، سجلنا رعاية ما رواتب، كل شيء ماكو لحد الان. ايه ناس تطلع وناس ما طلعت، كل شيء ماكو. اطفال 2 عندي، ايه خوان 2 عندي، اخو واحد لا شغل ولا عمل همه، وابوي توفى هاي صار لهم 16 يوم، كل شيء ما عندي. وعلى الله واهل البيت، وعلى اساس عندي ايضا اسوي التقاعد مال ابوي لحد الان ماكو. رحت الداري يقولوا له ما يرهم لك كل شيء. ايه وهاي والله نطلب من الدوله راتب، احنا نريد رعايه، اريد يوفروا لي تقاعد مال ابويا مثل يسوي لي راتب. ايه اخواني قاعدين كلهم قاعدين، ما عندي بس اخو واحد واني وقاعدين لا شغل ولا عمل. ايه كيف لك محمد؟ حتى رواتب ما عندنا. زين ابوي كان عندنا راتب ابويا عايشين عليه، هسه ابوي توفى صار 16 يوم كل شيء ما عندنا. كيف لك محمد؟ زين الله شاهد. عندنا الشغل ماكو، يعني ما مستمر يعني فد مره.
وعدنا ان الرواتب مالتنا مال الرعايه ما كان، الناس كلها طلعت رواتبها واحنا ماكو، ليش هذا شو نسوي؟ ما طلع سهم، اطلع الساعه بالخمسه ماكو شغل، كل شغل ماكو يعني، حتى يعني ظل الثلاثه من العصر هنا ماكو شغل. فدنا يطلعوا لنا مثلا ها؟ لا والله ما تعيش، كله يعني ايش رايه؟ الدهن ايش رايه؟ الشكر كله محصه ماكو. قاعد نشتري ما يكفينا. المطلوب يعني بتعونا مثلا مشاريع هاي عمل مثلا بتعونا نشتغل. سنة قاعدين كل شيء ماكو، لا شغل ولا عمل. نريد من الحكومه يعني يفتحوا لنا مثلا مشروع مثل شغله هاي نشتغل كل شيء. بس ماكو شغل ماكو. هاي جزعت روحنا يعني قاعدين هنا الشمس كاتلتنا بضيم حنا ما عاد كل شيء ماكو. والله شو نسوي بعد عايشين بالغدرة بعد ما قوة باك لا شغل ولا عمل. مثلا اذا تريد على عيشتنا احنا العمال عيشه يعني وقت يوم ما تكفي، اجور العامل، المي مشتري، حصه ماكو نشتريها مشتري، يعني الماي ما صالح، هذا المي مي شرب البوريات ما صالح حتى للسبح، المي كهرباء حسابها واحد، نشتري مي من الشارع، مواد غذائيه نشتري، يعني اجور العامل اذا تشتغل 10 ايام تقعد يوم كانك ما مشتغل طول حياتك. هذا وقت يومي احنا هذا شغلنا. نشتغل احنا قانون العمل من الثنتين من الستة للثنتين. من الستة للثنتين يطول الاجور العامل يومته 25. 25 الا تكفي للمي للكهرباء. وهسه انا احكي لك يعني هذا الشغل مستمر. يعني هسه الشغل ما مستمر نقول بس الله انه. يعني هسه بالاسبوع يعني افكر بالاسبوع العامل زين اذا اشتغل له يوم زين اليوم المن يطيه مي لاري راد له بالاسبوع 25 المن طفل يصير كله حليب. يعني عيشتنا تحت الصفر، فقر تحت الصفر. خلي يسمعوني يشوفون الناس العطاله، مو كل من قاعد حد الكرسي يستلم مليارات وحصه فلان وحصه فلان تتوزع الكعكه. احنا المطلوب نريد بس عيشة عمي. خلي يرجعونا على نظام صدام حسين. الف رحمة على روح صدام حسين. خلونا نترحم له. صدام حسين هذول النذلاء خلونا نترحم له. والله العظيم. صدام حسين اشرف منهم. خلي يسمعون. صدام حسين اشرف منهم. صدام حسين ما عنده ملك واحد. هم كل واحد من يطلع 25 مونيكا حضرة. والله. بعد الستار وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة احنا عمال البناء نطلع الساعة بالاربعة بالخمسة ولا يوجد عمل، يعني هسه العمل تقريبا فوق السنة احنا قاعدين وكل هاي الدين يعني نتداير منها. وبالنسبة لي عندي ثلاثة بكالوريوس وردت من البرلمان يعني واحد من عندنا يشيني ما يعينون. ثانيا هاي الاحزاب كلها احزاب اسرائيليه. ساعه تطلع الصبح؟ ساعه بالاربعه. حصل عمل؟ لا ما حصل العمل، العمل كله واقف من الان. ليش واقف؟ بسبب الاحزاب والبرلمان، يعني هم ما يسوون شغل للعالم، يمشون العالم. مشاريع ماكو، شو اسمه ماكو، يعني بالنسبه لخيانه الموصل. شو اسمه المالكي والجيفي والبرزاني هم ذول اللي دمروا العراق لانهم منظمات اسرائيليه. المطلوب احنا نطلب من الحكومه الجديده يعني يمشون بالعدل على مود مثل تعيينات، مو تعيينات بس لهم، تعيينات مثل للجميع. اي تعيينات شو اسمه للجميع يصير. وبالنسبه يعني هسه هذا المصدر والهاي كلهم قاعدين يسمعون صوته، كلهم قاعدين منا. شغل ماكو والله، وقاعدين وساكتين بالمصدر، كل شيء ماكو، لا اكو شغل ولا اكو لا مجاري ولا هاي، كل شيء ماكو. الساعه والله الساعه بالستة نطلع، نرجع بالخمسة البيت، وكل شيء ما نحصل ولا ربع جيبنا، حتى محفظه فارغه، الله وكيلك محمد كفيلك. وبس اعتمدنا رب العالمين، كل شيء ماكو، لا سياسيين ولا هاي، كل شيء ماكو. هاي
والله الحكومه كل شيء ما تسوي، قاعده وساكته بالكراسي ويتعاركون واحد يتعارك على الاخر. والله كل شيء ما تسوي، شو يسوون؟ ولا لاك شغل لاك عمل. والله بكت يفتحون مشاريع يصير شغل هنا ماكو، لا شغل ولا عمل، كل شيء ماكو. طبعا احنا امورنا تعبانه، شغل ماكو، العيشه مسيئه. أنا نروح الصبح نرجع العصر شغل ماكو، حتى شوف هاي بعينك. الغاز مشموره هنا، نظافه يا ماكو، يعني المعاناه مسيئه. هاي الشباب تشوفها بعينك كلها قاعده. اجور ما تكفي، لا تكفي العلاجات، لا تكفي الايجار البيت، لا تكفي يعني حسبي الله ونعم الوكيل. والله المطلوب يعني تعاين هاي الناس، هاي الشباب اللي قاعده يفتحون مشاريع، هاي شو يسوون للناس للعطاله، هاي الوادم القاعده. لا والله العمل مو زين، يعني انا اشتغل يوم 10 ايام قاعد شغل ماكو، جاي نروح ونرجع. والله بركه مشاريع فرص عمل، هاي الشباب تشتغل يعني شوف انت بعينك، يعني ماكو لا شغل ولا عمل. اي والله عندي 5 جهال وقاعد بالايجار. اي والله وقاعد بالتجاوز يعني، وهاي كل شبابنا كلها تعبانه وكلها تريد مدارس وهذه. اي والله حسبي الله ونعم الوكيل. حبيب قلبه حياكم الله. قاعد روح يا بلا عمل لا شغل، نوصل المصدر من الجاع. لا كمسؤول جانا وشافني، لا عاطلين، العاطلين الا على الواسطات وقرايبك وقرايبي، لا تعيينات، لا كل شيء ماكو، وظروفنا تعبانه، لا يعني عيشتنا صعبه. تطلع من الصبح تظل قاعد هنا للعشره لا شغل ولا عمل، ترجع العصر لا شغل ولا عمل، بس القهوه طب القهوه ذب شاي وتروح، يعني نقعد لنا شهرين تحصل لك يوم. اليوم 25,000 دينار اريد اعطيه للمسؤول، يعطيه لابنه يكفل له ريوق، يعني تجي الصبح ماي كهرباء، الخصخصه سووها بهذلوا العالم بيها، يعني دمروا العالم دمار. ظروفنا تعبانه، لا تعيينات، لا يعني لا شركه، لا استثمار، لا كل شيء ماكو. نرجع من الحكومه ومحافظه واسط، المحافظ محمود ملا طلال، يعني يجي يشوف حالتنا، يعني ماكو مسؤول جانا. وايام انتخابات فسووا الكم زينه، لا تعيينات، لا كل شيء ماكو. التعيينات تروح بالانترنت يقول لك عم ارجع الواسطه وانتهي قضيتين. فاحنا حالتنا تعبانه وتحت الصفر ومعاناتنا منتهيه، يعني بهالظروف هاي يجبرون العالم ويجبرون الشباب ينحرف على غير درب، يروح يفجر العوز كل شيء يسوي، يروح يفجر يروح يقتل كل شيء يسوي. عد 4 جهال مدارس ومسوين خطوط، مدرسه لاكو، مدرسه بعيده، يعني ظروف تعبانه. 25,000 دينار كل 10 ايام شنو من تطيه؟ ظروف ملفوف، فوضعيتنا تعبت. فسووا لنا حل احسن ما تخرب الشغله وتدورون. الله يبهذ لكم جاه محمد وال محمد، الله يبهذ لكم، بهذلتونا وخليتونا نترحم على الطاقيه، احثالت المجتمع، احثالت المجتمع انتم والله العظيم. اجت الانتخابات قاموا يفترون حشا سامع مثل شو اسمه المعنى بقلب الشاعر ما نقدر نعبره، حشاكم انتم يعني. فوصل الانتخابات قاموا يجون، ان الله يبهذلهم بحق محمد وال محمد. دمروا البلد، بهذلوا البلد. العراق كان سيد الدول العرب، هسه العراقي مذلول يمشي بين العالم، العراقي ذالينه. ففرصة العمل انتهت، وش والله العظيم، والله العظيم تتندمون، والتاريخ يسجل. قبل 100 عام او 50 عام الرئيس زين لليوم العالم يسولف فيه، والانسان السيء العالم تدفل عليه وما حد يشتغل فيه، والتاريخ يسجل. وشكرا رحم الله والديك. والله طالع بالثنتين ونص، طلعت بثلاثه هنا وصلت. ها لا عمل لا شو اسمه، ما شفنا الاعمار، لا عمل لا شو اسمه. هسه الشركات يفتحون لنا شو الاعمار، كل شيء ما شفنا كذا كالله من عندهم. زين ما شفنا عمل من عندهم نهائيا. زين والله ربع بجيب ماك، ها بس ذني بجيب كفيلك الله لو لك، بس ذني كفيلك الله. ذبيت معاملات مال عاطلين كل شيء ما طلع، ماك مدو يدو معاملات، ماك هسه لو سوينا فرص عمل ماك، ماك والله العظيم.
زين نطلع بس نص كراو 500 و100 نتيجة يفرسونا فرص عمل ما فرص عمل ما عندنا زين مشاريع عمار يسوون شركات يفتحون عاد نطلع عمل نشتغل ناخذ مصرف العوائلنا ماكو ملينا والله ملينا بالله العظيم زين والله العظيم من الصغوط لحد الان كش ما شفنا من عندهم لا وظائف لا عمل لا كش ما شفنا زين لا الحكومه الاوليه ولا هذا والله سويت مع العاطلين ذبيتها ماكو ماكو لا رعايه ماكو زين حتى معوق انا هاك معوق هاي رجلي هاك شوف هاي رجلي معوق مال معوق ما يطولنا هاك شوف هاي رجلي زين ما كش ما وراه زين شو بدنا عمل ماكو خسونا عمل نشتغل ماكو عمل والله هاي العالم اللي قاعدك فيك العباس ها هاي هسألهم هاي ليش ما يحجون ليش ما تحجون عمي مو قاعدين العمل ليش ما تحجون زين بس هاي تارسينا بالصور وهاك كش ما وراهم كفيلك الله زين المن نشتكي ما عاد ما لا يسمعنا ما ندعو من الحكومة المقبلة القيام بأعمال لتشغيل الشباب العاطلين عن العمل وكوادر الخريجين التي خلفتها الحروب وإن شاء الله تؤدي دورا وطنيا وهاما تجاه الشعب وتمنى توفير فرص العمل لهؤلاء العاطلين عن العمل إن شاء الله وشكرا ماكو عمل هاي نجي بثلاثة هنا نغمش بثلاثة بالليل ونرجع للوحدة ل 12 هنا مقام وخلينا نرجع لهن ماكو شغل هاي صار تقريبا 8 سنوات كل شغل ماكو اي واحد يقول لك شغلك موجود يقول لك كذب ناس كذيه كذب يقول لك اكو عمل نهائيا عمل ماكو مشاريع كلها واقفه وين اكو مشاريع اي مشاريع يقول لك اكو مشاريع مثل مقاولين يشتغلون ماكو هاي نطلع صار لنا هاي السنه السابعه ثامنه نهائيا عمل وقف اي واحد يقول لك مثلا موجود ماكو اجور هي شو تحصل لك يوم تشتغل وشهر قاعد يا يقول لك هاي عمال كذيه قاعد بالمصار لا ماكو مضايقات ماكو علي مضايق انت قاعد بالساحة بس عمل ماكو عمل ماكو نهائيا وين اكو مشاريع هي مشاريع واقفة متوقفة مشاريع موتوها ماكو نهائيا والله طيب هسه احنا كلش ماكو لا مال عاطلين نهائيا عاطلين ما عندنا اي شيء اي عمل ماكو نهائيا عمل واقف عندنا والله شو يطلب يريد عمل نشتغل عمل نهائيا ما هسه نجي هنا نبغى هنا للوحده الاثنتين ونرجع لهن عاطلين ذنب معامله للعاطلين ماكو انا من سقط النظام لحد اليوم ذنب معامله نهائيا هسه طلع اسمك وماكو نروح ونرجع يعطونا قص قصه هذا وكل شيء نتيجه ما بيها وكل سنه على هالجره كل سنه نفس الطريقه ماكو وهذه بس تجي انتخابات تروح تنتخب وترجع لها كل شيء ماكو تجي الحكومه تبدل الحكومه نفس النتيجه مالتهم ماكو اي مشاريع ماكو اي واحد يقول لك مشاريع هنا موجوده اكو عمل تشذب هاي عمال موجوده متروسه الساحه هاي انا يومي هنا انا صار لي من سقط النظام لحد اليوم حتى قبل النظام انا كنت بالساحه موجود نهائيا عمل تعبان نفس الوضعيه والله حياه هاي عشناها نفس الماساه ونفس الوضع مالته اي واحد يحكي لك يقول لك مثلا انا اشتغل اقول لك هيك لا هذا كذاب وين العمل خليه يجيب العمل مثلا يقول لك اكو عمل عندك اكو مشاريع تشتغل ماكو اي نتيجه ماكو انا صار لي هسه بالايجار صار لي هاي تقريبا 18 سنه بيت ايجار نهائيا ما اقدر اكون نفسي اشتري مثل بيت اشتري قطعه الدوله تعطيني قطعه نهائيا ماكو